قد جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم قال أعوذ بوجهك، ويلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض قال هذا أهون وأيسر. بما؟ لأن العقوبة الحاصلة من الله عز وجل أشد مما يحدثه البعض في البعض، لأن بطش الآدميين لا يمكن أن يساوى ببطش من الجبار عز وجل، لا سيما وأن العذاب المفسر من الفوق ومن التحت شديد لا طاقة للخلق بدفعه، بينما البأس والقتال يكون فيه دفع أو تكون فيه قدرة على الدفع. فقد جاءت آثار عن أبي بن كعب رضي الله عنه، وهناك أقوال في تفسيرها، لكن ارتضى ابن حجر رحمه الله لآثار كثيرة ما فسر به أبي بن كعب، من أن العذاب الذي يكون من فوق هو الرجل أو القذف، وأما الذي تحت الأرجل فهو الخسف. ولا شك أن جعل البأس بين الأمة شديد، لكن أشد منه هذا العذاب.